أسعد الله مساءكم جميعاً في هذا اليوم وتحت رعاية وحضور معالي الشيخة الدكتورة الشاعرة سعاد الصباح، نتشرف أن نلتقي معكم في الحفل الختامي وتوزيع الجوائز لمهرجان الدكتورة سعاد الصباح للإبداع التشكيلي الخليجي. نرحب بمعالي الشيخة سعاد الصباح، وكما نرحب بالحضور أجمعين. السيد عبد الرسول سلمان رئيس اتحاد التشكيليين العرب ورئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وكلمته المعتادة في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأمسية يشرفنا أن نحتفل بحضور معالي الشيخة الشاعرة الدكتورة والفنانة سعاد الصباح وبحضوركم جميعا، ولا شك أن لهذا المهرجان عبقه الخاص، إلا أن الدكتورة سعاد الصباح ملأت من سحر هذا العبق بتواجدها طيلة أيام الورشة مع المبدعين بحضورها، وتعتبر هذه البادرة إضاءة جديدة على المشهد التشكيلي، مما دفعنا إلى الأمام والمضي قدما بعزيمة النجاح والإبداع. الدكتورة سعاد الصباح شاعرة كما قلت، وفنانة وكاتبة وأديبة، والحديث عن إبداعاتها وإنجازاتها ليس بأي حال من الأحوال منفصلا عن سرد الحضارات ورواية التاريخ. ونحن التشكيليون نشارك الدكتورة برموزها وصورها وتعابيرها بفنها وابداعاتها وتجاربها، على أمل الخروج بالإنسانية من شرنقة الصراعات إلى عالم يحيا بالمحبة وعلى المحبة، عالم يسوده السلام. هذا هو أساس رسالتها في الحياة، هي قضيتنا التي هي قضيتها. فتحية لك في عالم من خيالات ورؤى جميلة. أن في الأعمال المعروضة التي شاهدناها قبل قليل نستشف الحضور الفني المتوهج، حيث تعامل الفنانون مع الموضوعات بكل جدية والتفاني الجمالي، وكأنهم جعلوا من البيئة والإنسان والوجه والطبيعة والصحراء والرمال أيقونات خاصة مليئة بالأسرار والغموض. كل الشكر والتقدير والامتنان للدكتورة سعاد الصباح لاحتضانها ورعايتها ودعمها بوصفهم جزء من حركة بناء المجتمع ونموه في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه. فهنيئا لكم وهنيئا لنا على هذا الإنجاز، وشكرا الجزير لراعي الحفل وجميع الحضور، والله الموفق وشكرا. تتفضل معالي الشيخة الدكتورة سعاد الصباح لإلقاء كلمتها. بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها السابحون في بحر الألوان، يا أحبائي، هنا ضفائر الأكليريك ورائحة الزيت وبياض اللوحة نوافذ فرح مفتوحة لاستقبالي. هنا يكتظ المكان بالدفء الإنساني، هنا أجد نفسي، فأنا دائماً أبحث عن زاوية في الأرض أشم فيها رائحة الإنسان ورائحة التراب ورائحة الإبداع. هنا من رعشة الدهشة ومن بريق الفكر ينساب هذا المطر اللوني الرائع، فتتحول الحياة إلى بستان من الفرح والمتعة. أمد نظري نحو قلوبكم العامرة، أمد نظري نحو قلوبكم العامرة بالإبداع وحب الحياة، لأطل على الجانب المشرق من الفن ومن الابتكارات اللونية والنفسية والتعبيرية، غيمة ماطرة من السكينة والفرح. أيها المبدعون المبدعون، أيها المبدعون المبدعون، ما الحياة سوى لوحة نمضي العمر في تخطيطها ورسمها، لكن الحياة ترسمنا بألوانها هي وبريشتها هي وعلى لوحتها هي. يا أصدقاء الفرح، إن هذا المهرجان لم يكن سوى محاولة لتكوين موجة في البحر العالمي، موجة سلام، ونحن لا نريد إلا أن نعيش بسلام ونرسم عن السلام ونعلم الآخرين السلام. سعيدة أنا، سعيدة أنا بكم في ختام الملتقى الخامس للفن التشكيلي. شكراً لأهل اللون والإبداع، نحن الضيوف وأنتم أهل الدار. شكراً لكل من خطط وكرس وقته وجهده لإنجاح هذه الفعالية، وإنني أعتز بكم جميعاً كأصدقاء، وأفخر بكم جميعاً كمبدعين. مهمتكم الأولى هي صناعة الربيع، فكل ربيع مهمتكم الأولى هي صناعة الربيع، كل ربيع وأنتم بخير، والسلام عليكم. نرحب بأعضاء لجنة التحكيم، وهم كل من السادة: الدكتور أحمد نوار، مقرر لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة في جمهورية مصر العربية.
الأستاذ هشام قنديل مدير إدارة جاليري ضي في جمهورية مصر العربية. الأستاذ يوسف الحميد مستشار أول فنون تشكيلية في مؤسسة قطر من دولة قطر. الدكتور أحمد دشتي أستاذ في جامعة الكويت وعضو في الجمعية، طبعا الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية. الدكتور علي درويش عضو الجمعية أيضا وأستاذ في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. يتفضل الدكتور أحمد نوار ليعلن عن نتيجة لجنة التحكيم وأسماء الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الشيخة الدكتورة الشاعرة سعاد الصباح، السادة الحضور، الفنانات والفنانين من دول مجلس التعاون الخليجي، السادة الحضور، وطبعا كان في نيتي أول كلمة لكن بعد الدكتورة سعاد انتهى الكلام حقيقي يعني. ربنا يخليك. نعم طبعا طبعا ان شاء الله. طبعا بدون شك اجتمعت لجنه التحكيم ومشكله من الفنان عبد الرسول سلمان، الفنان يوسف احمد، الاستاذ هشام قنديل، الدكتور علي درويش، الدكتور احمد دشتي. بدون شك اللجنه قامت بفحص الاعمال وفرزها بدقه ووضعت مجموعه من المعايير لاختيار الفائزين، وبدون شك اللجنة أشارت بأن يعني التهنئة يجب أن تكون موجهة إلى جميع المشاركين في هذه الدورة الخامسة. اشترك في هذه الدورة 45 فنان وفنانة من دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ب90 عمل فني كما شاهدناهم في هذا العرض الرائع. بدون شك اللجنة رأت أن تكون الجوائز 12 جائزة، 3 جوائز باسم الجائزة الدكتور سعاد صباح الكبرى مقسمة على 3 فنانين ثم 9 فنانين وفنانات حائزات على جوائز الأخرى. هنبدأ من تحت. الفنان عبد الرضا حسين باقر دولة الكويت. الفنانة جميلة منصور الأنصاري
دولة قطر. الفنانة غادة بنت علي الحسن، المملكة العربية السعودية. الفنان عبد الحميد إسماعيل حسين، دولة الكويت. الفنان يعقوب يوسف إبراهيم، دولة الكويت. الفنان علي حسين مرزا، مملكة البحرين. الفنانة ليلى هاشم تاني، دولة الكويت. الفنانة مي عبد الملك النوري، دولة الكويت. فنان عبد العزيز محمد أرتي، دولة الكويت. وقررت اللجنة منح جائزة الدكتورة سعاد الصباح الكبرى لثلاث فائزين، وهم الفنان عبد الله بريكان العتيبي، دولة الكويت. فنان سعد سالم بلوشي. الفنانة أميرة علي، دولة الكويت. بصفتي نائب عن لجنة التحكيم
نوجه الشكر إلى معالي الشيخة الدكتورة الشاعرة سعاد الصباح على رعايتها هذا الملتقى وهذه الدورة الخامسة، وكما تقدم لجنة التحكيم الشكر للفنان عبد الرسول سلمان ومجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية على هذه الجهود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بتكريم كل من السيد أسامة السقاف من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي، السيد علي المسعودي المدير العام لدار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الدكتورة نجاة مكي من دولة الإمارات العربية، الفنانة مياسة السويدي من مملكة البحرين، الأستاذ والفنان القدير سعود الفرج من دولة الكويت، الفنانة فاطمة الشطي من دولة الكويت، الفنانة مريم المصباح من دولة الكويت، الفنانة والكاتبة الروائية الأستاذة بزة الباطني، طبعا وبكل فخر أقولها من دولة الكويت، الفنان القدير سليمان حيدر من دولة الكويت، الأستاذ الفنان علي المري من دولة الكويت أيضاً،
طبعاً الفنان علي المري هو مشرف الورشة في مهرجان الشيخة الدكتورة سعاد الصباح. الفنانة ظمياء الأيوبي. قبل لا أقول الاسم الجاي أشكر الدكتورة الشيخة سعاد الصباح، وأشكر رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية واحد واحد. أشكر ضيوفنا اللي جونا وشرفونا اليوم كلهم. مستحية أقول اسمي بس دوري صفقوا. طبعاً في هذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نشكر النحلة اللي قامت بشغل المهرجان كله من الألف إلى الياء، بنتنا الحلوة عهود صالح. تتشرف الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ممثلة برئيسها عبد الرسول سلمان أن تهدي الشيخة الدكتورة سعاد الصباح رمز تذكاري لها ولتشريفها لنا اليوم.